هنا في مدينة بني سهيلة، ومنذ ساعات الفجر الأولى يترك صناع الجمال فراش نومهم تاركين أحلامهم خلفهم، وينتشرون في كافة أرجاء المدينة حفاظاً على جمالها وبحثاً عن لقمة عيشهم، وجه نراه في كل يوم مع حلول الفجر وحتى آخر النهار، لا يأبهون إلى حر الشمس التي تلفح وجوههم لساعات طويلة ليصنعوا الجمال للمدينة. صانع الجمال مجدي أبو خطي، وعلى الرغم من ظروفه الصحية الصعبة يحرص يومياً على الذهاب إلى عمله والعمل بأقصى طاقته لتأمين حياة كريمة لعائلته. لم يكترث لقسوة الحياة ومرارتها، كان دائماً ضحاكاً بساماً، لم يشتكي يوماً من تكاليف الأدوية ولا من المصاريف المنزلية ولا حتى من مضايقات المواطنين. يعشق الحياة وتنثابه نوبات حب لعمله، وهو يكنس الأرصفة والشوارع، يجمع مخلفات المواطنين، والبسمة لا تفارق شفتيه.